الاخوان كاين هاد الوليدات هادو فغادي نبدلو لهم الارضيه ديال العش ونرجعو لكم. اما كيما كتلاحظو على هاد الشكل ففيهم فول بادي، فيهم رينبو، فيهم هذا هنايا سبانجل. هادي جوج حاط لها وليدات مختلفين توكلو. نبدلو لهم الارضيه ديال العش. اما الخوت بعد ما نبدلنا لهم الارضيه ديال العش فكنستعمل الرمله ديال القطط. فهما كيما كتلاحظو العش هو ولا نقي، وكاين كنستعمل النجار على هاد الشكل هادو كيما تلاحظو. فكل شنو مولف كيستخدم، فانا كنستخدم هاد الرمله هادي. فالفوائد ديالها ما كتخليش الفضلات يلصقوا على الباك ديال الطائر، وما كتخليش ديك الرطوبه وهادي اللي تسبب لهم في امراض، فكتخليهم نقيين كما كتلاحظوا على هذا الشكل. وندوزو لعش اخر ونكملو معكم الخوت. اما كما كتلاحظوا اللهم بارك او نقي. غادي نولعو الاخوان معانا، هادو راه خوت بثلاثه كاملين كما تلاحظوا الاخوان. الرمله ديال المشاش، الرمله ديال القطط، فانا كنستعملها كنبدلها من 4 ايام ل 5 ايام للوليدات. فهذا الاخوان احسن من النجاره، فهذه كتمتص الرطوبه وما كتخليش ديك الريحه ديال البراز ديالهم، وكتخليهم كتمتص ديك الرطوبه، وهذا احسن من النجاره. ممكن تلاحظوا الاخوان فكنستعمل انا هذه فكتبقى مزيانه. فبقاو معايا غنوريكم الوليدات وغنبدلو لهم هادوك لي مدرمله ان شاء الله وغتشوفو كلشي. هانتوما الاخوان كاين هاد وليدات ديال الانجليزي اللهم بارك، كيما كتلاحظو فحجم مستوى زوين. ففيهم سبانجل دوبل وفيهم سبانجل سينجل فحجم كبير. فكيما قلتلكم ها هو راه غنبدلهم هاد الارضيه ديال العش، راه توسخات وغادي نبدلها. وبقاو معايا الاخوان تلاحظو كيفاش من بعد ما نبدلها. فهما الوليدات اللهم بارك كيما كتلاحظو على هاد الشكل ما شاء الله راه في المستوى. هذاك اللي من هنا راه سبانجل دوبل طالع كريمينو، وكاينين الاخرين سينجل كيما كتلاحظو تيكبرو. نوريهم لكم ان شاء الله. وكيما قلت لكم غنبدل لهم العش. هانتوما كيما كتلاحظو راه الارضيه ديال العش كي ولات راه خاصها تبدل. صافي غنبدلها الاخوان وبقاو معايا نرجع لكم. فايم بعد ما بدلنا الاخوان هذا هو الشكل النهائي ديالها. فهادي كما قلت لكم كتحافظ على النظافه ديال الفريقات والوليدات، وكيبقى الباك ديالهم نقي ما كيتلصقوش فيه دوك الفضلات ديالهم، وكيبقاو في صحه جيده. وانتم كما كتلاحظوا الاخوان فكما قلت لكم فهاد الرمله ديال القطط فهي ممتازه جدا، احسن حاجه تقدر تفرش بها العش. وكما لاحظتوا الاخوان فالمده ديال 4 ايام 5 ايام تبدلها كما تلاحظوا على هذا الشكل هذا. فهو العز دابا نقيو ونرجعوهم للام ديالهم توكلهم. هانتوما كيما كتلاحظوا الاخوان اللهم بارك. كتلاحظوا راه غادي نوريكم واحد بواحد. فهذا طالع رينبو طالع الام ديالو، غنوريو ليكم تا هو الام ديالو. هادو راه في كرون طايره ماشي عاديين. كاين هذا خوه تا هو، هذاك طالع فول بادي كيما كتلاحظو، اللي على اليمين غيربو لاخر اللي على اليسار فول بادي. كاين واحد فول بادي خوهم تا هو راه طالع زرق هانتوما كيما كتلاحظو. هذا طالع تا هو ستوندار في نورمال بورتور كلير بورتور كلير وين و سميتو و الأوبالي. كما كنا كتلاحظو الصوت ردنا لهم الأرضية ديال العش كما كنا كتلاحظو. نولعو الإخوان معانا، هما الوليدات اللهم بارك مع الخوت معانا اللهم بارك.
ديال كلير لاما بارك، اشوفو اللون ديالو فيولي، الرطوب ديال كلير هو غولدن نورمال، بورتو كلير ويند لاما بارك، حجم ومستوى زوين. في اطار الولاعه نتوا فول بادي كما كتلاحظوا على هذا الشكل، هذا هانتي والله ما دارت شو فول بادي في حجم كبير، فول بادي واحد اخر 2022 الاوراق ديالو، ما شاء الله فول بادي حجم كبير باقي 2022. خوت هذا الوليدات، فكاين هذا طالع رينبو لا مبارك، وكاين هذا طالع فول بادي، احتو كبروا نورم لكم يلاه بالدمه لهم الارضيه، وبالنسبه للرمله بدل على 3 ايام 4 ايام باش تبقاو الوليدات على الشكل نقيين، ويكون داك الفضلات ديالهم ما يلصقوش مع الباك ولا الرجلين، ويبقاو في صحه جيده هما كما تلاحظوا. وندوزو للاعشاب الاخرين، فكاين هاد الوليدات لا مبارك ديال اللاتينو، كاين هادو سبانجل ديال الكرونطاي لا مبارك، اخوها هو تا هو غنوريو لكم، اخو تا هو على الشكل راه كيشبه ليه، هذا وليد لاتينو، هاد لاتينو كاملين خوت، دوك سبانجل راه زادو معاهم اخو تا هما، غندخلو لهم العش تا هما ونرجعو لكم. هما كيما تلاحظو فاش بدلنا لهم الأرضية ديال العش، هما على هاد الشكل، هادوك سبانجل وخرين لاتينو، هادو وليدات لا مبارك، هما كيما تلاحظو هاد الخوت هادو ديال سبانجل لا مبارك، دورات ديال كرونطاي. أو الشكل ديالهم